اليوم بيبتدي معايا مثلا من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 12 الظهر. لو البحر عالي ما بنزلش لأن مش هيبقى فيه جندفلي. لو بيبقى مريح شوية بضطر إن أنا بنزل. كل حاجة من دولت ليها مواسم. باجي على الكشك هنا باخد العدة بتاعتي وبنزل. اول ما باجي عامه ببص على البحر الاول اذا كان عالي او واطي. لو عالي بشوف حتت معينه بس انزل فيها لان مش هيبقى لو بيبقى واطي بيبقى بنزل في كل حته، لكن لما بيبقى عالي بضطر في حتت معينه جنب الصخور في حته هاديه شويه. لما بتبقى في المايه المفروض بتنزل تحت بتحفر بالرمله بيبقى فيها المفروض ان هي جندفلي او مدخلول على حسب السيزون بتاعها، كل حاجه وليها سيزون. فبنزل في الصخور في قلب الصخور ممكن تلاقي ريتسا محار بحر. بالنسبه للجندفلي والمنخلول بتلاقيهم في قلب الرمله. بقعد حبه في الميه وبعد كده اقوم جاي خارج. ببص على الشغل اللي معايا ممكن الاقي جندفلي على مرخلول على استريديا ممكن الاقي محار بحر ممكن الاقي كابوريايا في قلب الحاجات دي كلها، فبتصنف الشغل بتاعي. انا بقيت شبه الجندفلي والريتسا والاستريديا، بقيت بعشق ان انا كل شويه انزل الميه من حب في الشغلانه.